السلام عليكم، هذه الحياة اليومية جد من معاد نداء. كتسولني على كيفاش كنعيش مع الطفلة ديالي في السبيطار. انا نعست مع بنتي في الثانية دار من عام ونص، ودابا دوت انايا الطبيب محمد السادس، وكان طالب محسنين يتعاونوا معايا حيتاش بنتي باقا كتعيش لي بالاكسجين الان، وعندها الثقبات في القلب، والطفلة اللي كتشوفوها عندها عرق واحد، مسكينة عايشة بعرق واحد. دابا كانت ديال السبيطار يوميا يوميا، اليوم قيالة في السبيطار والله. جيت كان طالب محسنين، هي عندها المكانة عند لولا المكانة في القلب ديالها، ولكن مسكينة كتعيش لي بالأكسجين يوميا يا خوتي. دابا حاليا أنا عندها الأكسجين في الدار، ولكن ديال الأكسجين في الدار ما كيدير لها حتى شي منفعة، خصهم يبقاو يراقبوا لها دقات القلب، يراقبوا لها الاكسجين في السبيطار. وانا كنطالب محسنين يشريو لي الدواء حيتاش عندها الدواء دريه غاليه، عندها الدواء الكلاوي، عندها الدواء القلب. اخوتي تعاونوا لي مع بنتي، انا دابا هادي عماين صحيحه كنغلقها في السبيطار. دابا انا طبيب محمد السادس كون، وعندي التفازه في كازانا 8 مارس ب1000 درهم، وخصني باش نمشي وباش نجي. تعاونوا معايا المحسنين، عاونوا لي بنتي مسكينه. دابا انا ولادي ما شحال ما شفت ولادي، وانا راني متجبعه، ما ناش لا مدينه لا حاجه، انا ساكنه في الباديه في الجبل. اخوتي تعاونوا معايا، وعندي 5 العيال في الدار. دابا ما كنشوفش ولادي نهائيا. مع بنتي هذه مسكينه، ربي عطاني هذا الحمد لله، بنتي ديك العيال اللي ما نقوليين مسكينه. تعاونوا معايا نشوف غير حالات بنتي صحيحه، ونجي نشوف ولادي غير واحد ما في الاسبوع. تعاونوا معايا المحسنين، شي ولاد الدواء وشي ولاد الشيء هذا اللي خسر بنتي. غير التاكسي ما كنقدرش، عندي دقه القلب كتضعف لي بزاف، كان عندي غير شي حاجه نخسرها وخسرتها، ما بقى لي ما نخسر. اللي كان عندي خسرته، كان اللي كان عندي خسرته. ما عندي دار نبيعها، ما عنديش طوموبيل، ما عنديش ساكنه في الباديه. تعاونوا معايا اخوتي، تعاونوا لي مع بنتي مسكينه. الحياه ديال الطبيب كيقول لي ما مشيت العمليه الثانيه، ما تدعيش لك شي. عندك العمليه الثانيه ب8 مليون طبيعي اللي في كازا، ما عندي لا رامي لا حتى شي حاجه. دابا بقينا في الطبيب محمد السادس، خصني غير شي تحليله وغادي خصني نخلص، انا ما عندي باش نخلص. تعاونوا معايا اخوتي. هذه بنتي شو الحالة خاصة، فيها الإعاقة بزاف، فيها الحالات معاقين بزاف، فيها الدواء، فيها ديك الحالات المنقوليين باينة بزاف مسكينة، وما كتمشي ليش. والطبيب كيقول لي على 10 سنين عامة دوقف لك، وطالبين لي نهمس لها وجلها وندير لها الحدايد، وانا ما عنديش باش ندير لها هاد الحدايد، ما عندي باش ندير لها هاد الشيء. يا مسكينه، هي مسكينه كتعيش من الاكسجين في الدار وعندها الاكسجين. مسكينه ما عندهاش الجهد كيفاش العلاج وقف، وكنطلب مسؤولين يتدخلوا، وكنطلب هاد الجمعيه دي يدعموني ويتعاونوا معايا. حيت انا دابا كنمشي للجمعيه كتطلب لي 200 درهم في التسجيل، 60 درهم في الحصة. كنمشي للطبيب محمد السادس سبعين كون باش يعملو لها الطبيب، كيطلبو لي 80 درهم. اللي كان فيه ما مديت يدي كيطلبو لي غير فلوس، انا ما عنديش، انا الله غالب، وانا غير انا وهي بوحديتنا. كاريه واحد المويحل ب1000 درهم. انا كنطلب محسنين يتعاونو ويدخلو مع هاد العايلة مسكينة، ينقدو لها الحياة ديالها ويشوفو من الحالة ديالها. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. شوفو الطفلة ديالي مسكينة، بريئة مسكينة، فيها ديك الحالة دواء الصبغي بزاف مسكينة، فيها العيقة بزاف مسكينة، ما كتهضر، ما كتنطق، ما كتاكل لي الخبز، ما كتاكل لي حتى شي حاجة. الحالة ديالها غير حليب وكيكس، نهار لي كنصيفطو نجيب لها كيكس كنجيبو، نهار لي ما كنصيفطش الله غالب الحليب ما كنجيبو، لا شي كتاكل غير كيكس والماء. تعاونوا مع الطفلة مسكينة، نقدوا لها الحياة ديالها مسكينة، طلبوا معايا الشفاء اخوتي.